الحمد لله في المسجد الحرام، المسجد النبوي. بحب ان انا اقرا قران، يعني انا كنت بقرا في المسجد بس طلعت شويه كده، كنت جنب اخواتي برضه بقرا قران، فطلعت هنا جنب المسجد في الاستراحه هنا، بس انا بقرا قران في الوقت ده، الوقت ده كويس يعني. بس الحمد لله، يعني ربنا جابنا جنب النبي، الحمد لله الحمد لله، حاجه ربنا راضي عننا الحمد لله يا رب. بس انا شفت في اهل المدينه ناس كويسين خالص يعني، ومرحبين بالناس وتعامل كويس، ويعني الدنيا كلها حلوه كويسه، ما التعامل مع الناس كله كويس والله الحمد لله. اول مره اول ما شفت المسجد بصراحه قلبي اتشرح كده وفرحت، وتمنيت ان كل الاخوات المسلمين يكونوا مكاني والله، قلبي فرح طبعا بفرحه ما فيش بعديها والله.